تاريخ مصر أهم من أفلام السينما المصرية. الحب هو السلام، ولا يمكن أن يكون هناك سلاما بدون حب. حب والسلام كلمة واحدة مندمجة مرتبطة معجونة في بعضها. ليه ملحوظتين؟ الأولى أننا يجب أن نشجع السياحة الداخلية. أهل مصر لازم يشوفوا مصر، ودي هتكون بداية حقيقية ان احنا نجيب الناس ونقول تعالوا شوفوا المصريين بيحبوا قد ايه بلدنا. ناس كتير ما راحوش طابا، ناس كتير ما راحوش العريش، ناس كتير ما راحوش اماكن مهمة جدا جدا في مصر. مصر تمتلك ثلثي اثار العالم القديم. عندنا مدينة واحدة صغيرة اسمها الاقصر تضم ثلث اثار العالم القديم. يا لها من محبة لله لهذا الوطن العظيم مصر. حباه باشياء تجتذب الجميع، يجب ان نبدا بانفسنا. الملحوظه الثانيه ان النهارده في هذا الاحتفال الكريم بيكون عيد المراه العالمي. المراه الزميله الصديقه الحبيبه الأم، وأنا عارفين مين أمنا كلنا، أمنا مصر. تحيا مصر.